أهلا بكم مشاهدينا. تميزت القمة العربية 33 قمة البحرين بجملة من المبادرات الهادفة لخلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، والتي تؤكد حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على أن السلام خيار استراتيجي لا غنى عنه لصون مسيرة الإنسانية وتأمين وصولها لغدها المشرق. نناقش في حلقتنا اليوم أبرز مبادرات مملكة البحرين في القمة العربية والمعنية بالقضية الفلسطينية، فابقوا معنا. مشاهدينا، أكد إعلان البحرين الذي صدر عن القمة العربية 33 على ضرورة توحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تأكيده على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. نتابع. مشاهدينا، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو سعادة السيد علي العراضي، عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير، واسمح لي في البداية أن أنتهز هذه الفرصة وأمسي بالخير على السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة كذلك. شكرا على قبولك الدعوة أستاذ علي. بلا شك يعني القمة العربية 33 يعني كانت استثنائية، صحيح، في موضوعاتها، في مخرجاتها، وكذلك من خلال المبادرات اللي طرحتها مملكة البحرين كان هناك تميز في موضوعي وإداري وتنظيمي من مملكة البحرين. صحيح. والأصداء لازالت مستمرة، خصوصا أن هناك عمل قادم أيضا من خلال ترأس البحرين لهذه الدورة. أيضا أستاذ علي، القادة العرب ثمنوا هذه الاستضافة، استضافة مملكة البحرين القمة، وكذلك ما اقترحته المملكة من مبادرات. كيف قرأت ذلك، خاصة في ظل دور المملكة في السعي لخلق بيئة آمنة ومستقرة لكل شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة؟ صحيح، وإن شاء الله مرحلة مقبلة مليئة إن شاء الله بالإنجاز.
في البداية اسمح لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذا النجاح الكبير الذي حظت به قمة العرب قمة البحرين. هذه القمة التي حققت تطلعات الشعوب العربية والتي يعني أخرج فيها القادة يعني مشروع أو مجموعة من المشاريع تدعم استقرار المنطقة وتدعم كذلك اللحمة العربية. هذه القمة التي خلصت إلى بيان وإلى مجموعة من المبادرات القابلة للتحقيق والتي بإذن الله ستحقق الأمن والرخاء والازدهار للمنطقة. بالعودة إلى سؤالك وحول تثمين أصحاب الجلالة وأصحاب الفخامة والسمو قادة الدول العربية إلى مبادرات مملكة البحرين وإشادتهم فيها وإشادتهم كذلك بما سينتج عن هذه المبادرات وما ستحقق هذه المبادرات على أرض الواقع وكيف أنا يعني كبحريني قرأت ذلك. طبعا قرأت في هذه الإشادة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إشادة بمملكة البحرين وإشادة بحكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة وإشادة بنجاح القمة العربية التي استطاعت أن تنقل نبض الشارع العربي وأن تنقل يعني تطلعات المواطنين من المحيط إلى الخليج وأن تخرج بمبادرات يعني قابلة للأمانة أن تحقق على أرض الواقع قابلة بأن تحقق نقلة نوعية إلى المنطقة وأن تكون قمة البحرين علامة فارقة فيما يمكن أن نحققه في المستقبل القريب وعلى المدمر المتوسط والبعيد كذلك. وجدنا على سبيل المثال بأن القمة قد خرجت بمجموعة من القرارات ومجموعة من المبادرات وكان طبعا لحكمة العاهل حفظه الله ورعاه سيدي حضرة صاحب الجلالة وكان لمبادرات البحرين كذلك يمكن النصيب الأكبر باعتبار بأن البحرين تتحمل هذه المسؤولية التاريخية بأن تعقد هذه القمة الهامة على أرضها. وأعتقد بأن المبادرات التي اقترحتها مملكة البحرين الأربع مبادرات هي مبادرات بالفعل ستسهم في تعزيز وحدة يعني المنطقة العربية وستترجم تطلعات الشعوب إلى واقع ملموس. بالتأكيد مبادرات يعني مبادرات عملية كما وصفت. صحيح. وأيضا تحمل أيضا بعد إنساني كبير إذا صحيح. ما تكلمنا عن جميع هذه المبادرات ولكن نحن أيضا بما نحن في صدد الحديث عن المبادرات المعنية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته. يعني أستاذ علي أيضا الإعلان يؤكد استجابة طبعا القادة العرب لمبادرات مملكة البحرين صحيح. وخصوصا المبادرة بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراعات بالشرق الأوسط يعني كانت مبادرة لافتة. صحيح هي مبادرة لافتة وطبعا أكيد غيرها المبادرات كانت مبادرات رائدة ولافتة. الإعلان إعلان البحرين والذي تم يعني اعتماده بإجماع القادة العرب والمبادرة المعنية يعني يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. أعتقد بأن هذه هي المبادرة ستسهم في تعزيز ليس فقط السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ولكن ستسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليا باعتبار بأن منطقة الشرق الأوسط هي في قلب هذا العالم هي تؤثر وتؤثر في عملية السلام باعتبار بأن جملة القضايا التي يعني المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين معظم هذه القضايا تؤثر في الشرق الأوسط وتتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط يعني من نزاعات موجودة وبعض هذه النزاعات هي نزاعات طويلة على سبيل المثال القضية الفلسطينية يعني لم تبدأ في 48 ولكن بدأت من قبل 48 وهي مستمرة لغاية اليوم. هذه المبادرة يعني والتي من المأمول أن تكون على مستوى دولي كبير وحرص البحرين على أن يحضر هذه القمة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لكي يرى كضيف طبعا لكي يرى ويطلع ويستمع إلى يعني رسالة لابد من الإطار الأممي أيضا صحيح ولابد من الإطار الأممي نعم ولابد كذلك من أن يكون لهذه المبادرة الصدى الدولي أو العالمي الكبير وقد كان ذلك. أتصور بأن تحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع وعقد هذا المؤتمر الدولي الكبير سيخرج بتوصيات وسيخرج بخطوات عملية ستسهم وبشكل مؤكد وكبير في حفظ الأمن والسلم الدوليين وستعرف كذلك وأعتقد هذه الجزئية الأهم ستعرف بأهمية الشرق الأوسط لباقي دول العالم. نحن نعرف أن دول العالم
يعني أكيد مطلعة وتعرف أهمية هذه البقعة من العالم التي إذا تأثرت على سبيل المثال موضوع الطاقة فيها تأثرت أسعار السلع والخدمات في كل دول العالم. إذا تأثرت الممرات البحرية تأثرت السلع والخدمات في كل دول العالم. إذا كان هناك على سبيل المثال قرارات سياسية معينة تصدر من هذه المنطقة هي تؤثر على سياسات كل دول العالم. ولكن أعتقد أن يكون هناك مؤتمر فقط متخصص بموضوع السلام، عملية السلام، أن يكون هذا المؤتمر في قلب الشرق الأوسط ومعنية أو تعنى به دول الشرق الأوسط مع باقي دول العالم، أكيد سينتج عن حلول نعم. مباشرة. أنا متأكد أنه سيكون هناك عمل يعني بحريني دبلوماسي دؤوب خلال المرحلة صحيح. القادمة صحيح. بهدف متابعة تنفيذ هذه المبادرات. تفضل بالبقاء معي أستاذ علي، الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع. يسرني ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير، طبعا نهنئكم بنجاح هذه القمة، ولا شك الأصداء يعني واسعة لديكم هناك في الأمم المتحدة. ولو تحدثنا عن المبادرة البحرينية لعقد المؤتمر الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، كيف ترى أثر هذه الخطوة على المستوى الدولي؟ طبعا المبادرة التي تقدمت بها مملكة البحرين بدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية يأتي في سياق الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها المملكة لاستقرار المنطقة وتنميتها، وسعي مملكة البحرين الدائم لترسيخ أسس الحوار والسلام في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما تنطلق هذه المبادرة من موقف مملكة البحرين ثابت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصها على العمل المشترك تجاه القضايا الجوهرية وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه خير الجميع. ولذلك فإن أثر هذه الخطوة على المستوى الدولي سيكون لتعزيز فرص السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. نعم سعادة السفير، أيضا يعني كيف تنظرون للمبادرة في الدعوة إلى تكثيف الجهود العربية لدعم المساعي العربية ككل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين؟ إن مبادرات مملكة البحرين خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن العربي تعكس ما يوليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من رعاية واهتمام بالعمل الجماعي العربي المشترك وبما يلبي آمال وتطلعات الدول والشعوب العربية. ولا شك طبعا في أن من شأن هذه المبادرات دعم وحدة الصف وتعزيز التضامن العربي والدفع قدما بالتحركات والجهود الإنسانية والدبلوماسية المتواصلة في مساندة الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة يسودها الأمن والرخاء والتعايش السلمي بين شعوبها كافة. نعم، كان معنا عبر الهاتف سعادة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا جزيلا لك.
عودة مجددا مشاهدينا الكرام، ولا زال الحديث مستمر حول مبادرات مملكة البحرين في القمة العربية، وتحديدا المبادرتين الأولى والثانية واللتان تتعلقان بدعم القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، مع ضيف الكريم الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى. يعني أستاذي الكريم، هناك أيضا الدعوة والمبادرة الثانية بتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري، نعم، والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم، صحيح، لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين. نعم، حراك دبلوماسي، يبدو أن هناك دعوة لحراك دبلوماسي، وأنت أيضا عملت طويلا في المجال الدبلوماسي، ما أهمية هذه الخطوة؟ شكرا جزيلا، وطبعا سؤال مهم، والمبادرة طبعا هي الأهم، مبادرة من مملكة البحرين مهمة. واسمح لي قبل ذلك أيضا أن أوجه تحية لوزارة الخارجية وللعاملين في هذه الوزارة على تنفيذهم للسياسة الخارجية لمملكة البحرين، وعلى اطلاعهم بدور مهم وعلى نجاحاتهم المتكررة. البحرين في حراك الدبلوماسي يعني مشهود لها بأنها دائما موجودة سواء في المنظمات الإقليمية أو الدولية، وأن البحرين دائما ينظر إليها باعتبارها دولة صاحبة مبادرات كبيرة سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأخرى. بالعودة إلى هذه المبادرة البحرينية كذلك، والتي يعني وضعت خطة عمل وخارطة طريق نحو الاعتراف بالسيادة الكاملة ونحو الاعتراف كذلك بدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاعتراف اعترافا كاملا. طبعا هناك مساعي عربية حثيثة منذ سنوات طويلة، ولكن أعتقد هذه المساعي كذلك كانت تحتاج إلى زخم أكبر وإلى دفع أكبر. وأعتقد بأن المبادرات الأخرى أيضا العربية التي أتت كذلك في نفس السياق، وأعتقد هي أيضا فرصة واجبة لتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة خليجية نعتز بها كثيرا، دولة الإمارات العربية المتحدة، تربط سيدي صاحب الجلالة وفخامة وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني علاقة متميزة، وهي علاقة ممتدة منذ زمن الآباء والأجداد المؤسسين. دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها كذلك مبادرة قبل يعني أقل من أسبوعين، وقد صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة بأغلبية لم تخني الذاكرة 143 صوت نحو مرة أخرى أن يأخذ مرة أخرى مجلس الأمن موضوع عضوية فلسطين. الآن هذه المبادرة وأعتقد هي تأتي متممة لمبادرات عربية، ولكنها من حيث طريقة العمل هي تضع خارطة الطريق، بمعنى أن يجوب وزراء الخارجية، أنا وضعت مسار واضح لل... بالضبط أن يكون هناك خطة عمل، هذه الخطة أو خارطة الطريق يقوم من خلالها وزراء الخارجية بتحركاتهم الدبلوماسية المعروفة على المستوى العربي مع باقي دول العالم، لحثهم لأخذ تصويتاتهم، لأخذ يعني دعمهم في الاعتراف في فلسطين كدولة لها عضوية في الأمم المتحدة. طبعا هذه الخطوة وخطوة أن يكون لفلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة هي خطوة مهمة وخطوة كبيرة نحو تعزيز عمليات السلام في الشرق الأوسط، وأيضا هي تصب في يعني في نهاية الأمر ضمن المبادرة العربية التي تؤمن بحل الدولتين، والتي تعتبر أعتقد يعني أهم خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني العربي. بالتأكيد يعني نستطيع القول أن هذه الخطوة وهذه المبادرة يعني بلورت أسلوب عمل جديد يعني للتعامل مع القضية الفلسطينية، ويعني حث بقية الدول إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ومن ثم بدء بعملية يعني سلام مشتركة. بالضبط، خاصة يعني وإذا أذنت لي في عجالة بأن الموضوع الفلسطيني كموضوع عربي يحتاج أكيد إلى هذا الدعم الكبير، وهي مبادرة بكل أمانة محقة قامت بها مملكة البحرين، وهي تعزز كذلك ما نطلق عليه التضامن العربي. أيضا يعني هذه الخطوة وهذه المبادرات تحديدا هاي المبادرتين أستاذ علي، يعني ما أهميتها على المستوى الاستراتيجي، على مستوى تحقيق ما نصب إليه جميعا في منطقتنا المنطقة العربية بأن يتحقق السلام العادل والشامل انطلاقا من القضية الفلسطينية، ومن ثم بالتأكيد هذا سينعكس على أزمات أخرى وقضايا أخرى في المنطقة.
بكل أمانة يعني أي مبادرة أو أي من هاتين المبادرتين على المستوى الاستراتيجي سيصبان بكل تأكيد في حلحلة هذا الملف الهام، سيصبان بكل تأكيد في تأمين الاستقرار في المنطقة، والاستقرار في المنطقة هو الذي سيؤمن النمو والازدهار والتنمية، وسيؤدي إلى أن الشعوب العربية أو باقي الشعوب العربية التي ما تزال يعني تواجه أزمات وتحديات إن كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، استقرار هذا الملف على المستوى الاستراتيجي سيؤدي إلى أن يكون لدينا سلام حقيقي، أما إلى أهلنا في فلسطين أو إلى باقي الدول العربية، خاصة بأن المبادرة الأولى لم تقتصر فقط على الموضوع الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية وهي يعني أم القضايا وهي القضية المركزية الأهم، ولكنها تناولت كذلك موضوع السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. نعلم جميعا بأن منطقة الشرق الأوسط يعني تمر بمجموعة من الأزمات، مجموعة من التحديات، جزء كبير منها ما نطلق عليه يعني تحديات جيوسياسية لها علاقة بمطامع دول أخرى، لها علاقة بتدخلات دول وكيانات أخرى. مؤتمر كالمبادرة الأولى، مؤتمر للسلام، سيسهم في أن نعرف يعني أو نضع هذه الحلول التي سنتعرف عليها والتي سينتج يعني ستنتج من توصيات هذا المؤتمر الكبير. والموضوع الآخر والمبادرة الأخرى التي لها علاقة بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ستسهم في تعزيز وضمان تحقيق حل الدولتين، وهو مطلب عربي يعني. نعم، يعني دعني أستاذ علي أختم معك بهذا السؤال. في ظل هذا التوافق، في ظل هذا النجاح الذي حققته قمة البحرين، في ظل هذه القراءات الإيجابية التي نسمعها يعني على مدى هذه الأيام بعد انتهاء القمة، يعني إلى أي مدى بالإمكان يعني أن نتخذ من إعلان البحرين مرجعية سياسية موثوقة لدعم المساعي القادمة في عملية إحلال السلام العادل والشامل؟ إعلان البحرين هو علامة فارقة وكبيرة جدا وخطوة كبيرة جدا في تاريخ التضامن العربي. إعلان البحرين خرج بمجموعة من المبادرات الهامة القابلة للتحقيق على أرض الواقع، خرج بهذه المبادرات وفق حضور عربي رفيع ووفق توافق عربي مطلق. قمة البحرين نجحت بأنها تكون حدثا فارقا وحدثا بكل أمانة كبيرا في وخطوة كبيرة يعني ضمن مساعي مملكة البحرين في مجال التضامن العربي. إعلان البحرين أيضا يعتبر يعني خارطة طريق إن شئت نحو تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة. مملكة البحرين وضعت من خلال هذا الإعلان ومن خلال حكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة ومن خلال قدرة البحرين على أنها تستضيف وتعقد هذه القمة العربية في مملكة البحرين بيت العرب الكبير، البحرين نجحت بهذا الإعلان أن تضع خارطة لمستقبل الشعوب العربية. استطاعت البحرين من خلال هذا الإعلان أن تحقق يعني شيء كبير في مجال التضامن العربي، وأن تكون البحرين من الدول الكبيرة الداعية للسلام قولا وفعلا. ويمكن دليل يعني على ذلك بأن كل القادة العرب من حضروا يعني أشادوا بالبحرين، الدليل على ذلك بأن الشعوب العربية التي تابعت قمة البحرين كانت تعليقاتها جميعها إيجابية. الكل بكل أمانة الكل قال بأن هذه القمة لاقت تطلعاتهم هم كشعوب، ونحن فخورون جدا في مملكة البحرين بهذا الإنجاز الكبير الذي هو ليس كبير على سيدي صاحب الجلالة هذا القائد العربي الحكيم. نعم، بالتأكيد يعني هذه القمة يعني قدمت نموذج مثالي وهو فعلا نموذج مثالي الذي تقدمه دائما الدبلوماسية البحرينية، أيضا التي تقدمه أيضا بقية الجهات الأخرى التي شاركت في الإعداد والتنظيم لهذه القمة. أيضا كان لوسائل الإعلام دور كبير صحيح. في تغطية صحيح. هذا الحدث المهم. لا ننسى أيضا الدور الكبير أيضا من قبل الأمان العام لجامعة الدول العربية، والذي يعني بالتأكيد أيضا كانت لهم صحيح. جهود مشتركة مع الجهات في مملكة البحرين صحيح. ونحن أيضا نشكر حضورك معنا أستاذ علي في هذه الحلقة الخاصة. شكرا لك على حضورك. شكرا لكم على الاستضافة. علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا لك. شكرا لك على الاستضافة.
مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.